عبر الهاتف هذه المرة ينضم إلينا الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس. دكتور أشرف، أهلا بحضرتك. أعيد على حضرتك السؤال الذي كنت قد طرحته قبل لحظات حول ما إذا كان الفيروس ينتشر بطريقة آلية، وبالتالي الوصول إلى معدلات صفر ووفيات صفر بإذن الله تكون مرتبطة بالمسار الاعتيادي والمنحنى البياني الذي يتخذه الفيروس، ولا بالضرورة هناك وسائل مساعدة يمكن اتخاذها للوصول لهذه المعدلات؟ أكيد طبعا التزام المواطنين بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية عامل مهم جدا في أنه هو يقضي على الاستعدادات الفيروس في الانتشار، وده بيقلل لنا فعلا المعدلات. على الناحية الثانية طبعا لو زادت الإهمال والاستهتار ده هيخلي فعلا معدلات الانتشار تزيد، وبالتالي احنا يعني لابد ان احنا نوصي الناس الى انهم يلتزموا بالاجراءات الاحترازيه واساليب الوقايه. وحتى الان الحقيقه ما فيش اي تحورات جوهريه تخوفنا من الفيروس، ويعني نتصور الى انه ممكن يبقى في زياده في الاعداد من نتيجه تغيرات او تحورات في الفيروس. حتى لو كنا مقبلين على فترة الخريف ومن بعدها الشتاء ودرجات الحرارة ومعدلات الرطوبة تختلف عن وضعها في الصيف، الحقيقة الدراسات اللي اتعملت كلها لم تجد أي تأثير لارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة بشكل يعني مؤثر في معدلات الانتشار بتاعة الفيروس، لأنه زي ما حضرتك تعرف هو بدأ في الشتاء وإحنا حاليا في فصل الصيف واللي جاي في فصل الشتاء، وبالتالي إحنا ما نقدرش نقول إنه تغيرات درجة الحرارة كان لها تأثير واضح على معدلات الانتشار بتاعة الفيروس. لكن الإجراءات، إحنا لو درسنا التجارب الناجحة زي ما حصل مثلا في دول الشرق الصين وسنغافورة واليابان، هنبص نلاقي انه الاجراءات اللي التزم بها المواطنين ودخلوا الطوعية في موضوع الالتزام باساليب الوقاية هو ده اللي خلى فعلا معدلات الانتشار تقل. اما على الجانب الاخر فمثلا في الغرب كان في دايما نوع من التساهل، وبالتالي هو ده اللي خلى الاعداد كبيرة جدا، وانتقل الفيروس من الشرق الى الغرب وتوطن دلوقتي في الغرب زي ما حضرتك بتشوف الدول الأوروبية وأمريكا. دكتور أشرف، هو منطق التعامل عندما كان حاصلا من بعض الدول لفكرة الإغلاق الكامل، الإغلاق التام، منع الخروج تقريبا لفترات طويلة، وبالتالي ما قيل عن نتائج مترتبة مرتبطة بقلة انتشار العدوى، تقريبا هناك قناعة لدى أغلب دول العالم، الحكومات والقطاعات الطبية بالتبعية، من استحالة الوصول إلى نفس هذا السيناريو بإغلاق كامل، لأن الأمور ستكون مرتبطة بتفاقمات اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية. كيف يمكن الموائمة والجمع بين هذين الاعتبارين، العزوف عن فكرة الإغلاق الكامل وفي ذات الوقت محاولة تقليل معدلات الإصابة؟ الحل فعلا في الكلمة اللي حضرتك قلتها، هي الموائمة أو التوازن. التوازن في أن احنا نحافظ على الصحة إلى جانب الاستمرار في تسيير عجلة الإنتاج، المحافظة على الصحة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسيل الإيدين بشكل متكرر، لكن في نفس الوقت ننزل للشغل من غير ما يبقى فيه زحامات، ولازم يكون فيه إجراءات الفحص الحراري، وإن الناس تلتزم بأنها يكون فيه نوع من التباعد طول الوقت، وأي حد طبعا بيعطس أو بيكح بيعطس أو بيكح في منديل خاص ويتم التخلص منه، أو بيعطس أو بيكح في الكم بتاعه. هذه الأساليب الحقيقة نتج عنها فعلا نقص في الأعداد، إلى جانب أنه كان في تسيير في الأعمال، وفعلا بعض البلاد قدرت أنها يعني تحصر المرض ويخلي أعداد الإصابة فيه تقريبا قليلة جدا، وزي ما بنشوف في أستراليا ونيوزيلندا هم قدروا فعلا أنهم يعملوا. طيب الوصول إلى هذه المعدلات بشكل علمي، عندما كنا نتعامل مع أطباء المناعة وأساتذة الأوبئة الذين كانوا ضيوف على أغلب الشاشات خلال الأشهر الأخيرة، ما هو الأساس أو السند العلمي الذي يمكن من خلاله إقناع المواطن غير المكترث بحكم قلة أعداد الإصابات؟ كيف يمكن إقناعه بالجدوى العلمية في تقليل معدل الإصابات حال ارتداء الكمامات في أي تجمع أو في أي مكان؟ طبعا بالإعلام وبنشر الوعي، وده مسؤولية الحقيقة الإعلام، إن هو فعلا ينقل الدراسات البحثية اللي تمت. احنا في مجموعات من الدراسات فعلا أثبتت إنه استخدام الكمامة كان ليه تأثير رائع جدا في تقليل الأعداد. في دراسة اتعملت في 6 دول، والدراسة أثبتت إنه لبس الكمامة نتج عنه
إقلال في الأعداد بنسبة 500 مليون حالة. وفي دراسة تانية اتعملت في أوروبا وكانت دلت على أنه معدلات الإصابة اللي وصلت لأوروبا في وقت الدراسة وصلت إلى 3 مليون وكان لابد أن تصل إلى 11 مليون لو ما كانش فيه لبس للكمامة. فعايزين نقول أن الكمامة كانت فعالة فعلا في أنها استطاعت أنها تقلل الأعداد بشكل واضح جدا. دكتور أشرف حضرتك ستبقى معي لأننا سنضم أيضا إلى هذا النقاش دكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق. دكتور عبد اللطيف أهلا وسهلا بحضرتك منضما عبر خدمة سكايب. طبعا في تعبير استعمل خلال الأشهر الأخيرة كان اسمه كمية الفيروس الذي يدخل إلى الجسم، وبالتالي مع ارتداء الكمامة حتى لو كان هناك احتمالية لانتقال الفيروس فالاحتمالية أيضا أن ينتقل الفيروس بكميات أقل إلى الجسم. هل من تفسير أو تأصيل علمي بالأحرى لهذه المعلومة؟ وقاية COVID-19 دي منظومة متكاملة، يعني ما اقدرش احط حاجة لوحدها واقول دي سبب الوقاية. يعني حتى الكمامة مهما كانت قدرتها، حتى الكمامة لو ارتدينا 95 بالاسم وبالديفينيشنز اسمها 95، يعني في 5% من الفيروسات ممكن تعدي. لكن الفكرة في الكمامة يا استاذ احمد ان هي بتقلل اللود بتاع الفيروس. يعني ايه؟ يعني اي كمامة في الدنيا هتعمل بارير، ميكانيكال بارير. باختصار كده الكمامة دي حاجز ميكانيكي عادي، زي ما حضرتك لو بتكح واحد حط حاجة في النص هتحجز، من المؤكد انها هتحجز قدر من الفيروسات. بتختلف من الكمامة العادية اللي بيسميها سيرجيكال ماسك الى ان N95 ودي احسن كتير، وفي N99 ودي احسن واحسنين زي ما بيقولوا، وفي الكمامة اللي هي المنزلية زي ما بيسموها اللي بتتكون من القط او ثلاث طبقات بمعنى الادق. يعني لو عندنا كمامة متكونة من طبقتين من القط وبينهم التالتة الفلتر بتاعها طبقة من البروبولين أو البوليستر، دي يمكن تبقى جميلة جدا، والإفكتف نسبة بتاعتها أو الفعالية بتاعتها لا تقل إطلاقا عن السيرجيكال. إذا أي كمامة سواء الكمامة المنزلية اللي هي من ثلاث طبقات، وأنا شخصيا أفضل اثنين قطن وبينهم واحدة بوليستر، لا تقل إطلاقا كفائتها، وفي بعض الدراسات العلمية اللي بتؤكد على فعاليتها وقد تفوق الكمامة السيرجيكال. لكن بشترط هنا ان تكون ثلاث طبقات واللي تكون كمان بينهم فلتر بوليستر، اختلاف الماده الفعاله نفسه او الماده الماتيريال بتاعه الكمامه. الكمامه لوحدها يا استاذ احمد ما تنفعش، يعني دايما هنلاقي منظمه الصحه العالميه او CDC اللي هو اكبر مركز للوقايه والسيطره على الامراض في العالم كله، الاثنين بيقولوا لك الكمامه لوحدها نوت افكتيف. واكرر يعني بمعنى ايه؟ بروح البسش كمامه واقعد مع واحد بيني وبينه نص متر او ربع متر وانا عارف انه مريض، بلبسش الكمامه وانا قاعد في اوضه فيها واحد بيكح او واحد بيعطس. اذا الكمامه جزء من منظومه متكامله، لازم التباعد الاجتماعي، لازم اقلل الاعداد مثلا في الفصول، الاعداد في المؤسسات الحكوميه، الاعداد في الباصات، لازم الاعداد تبقى قليله بين الواحد والتاني حوالي متر او يفضل متر ونص، معاها الكمامه. لو الاثنين مع بعض طبعا كما تفضل الضيف الكريم قبلي كمان، لازم احنا كلنا حفضنا دلوقتي غسيل الايدي وكلنا حفضنا. طيب المنظومه المتكامله بمناسبه الحفظ اللي حضرتك اشرت اليه، ماذا وعي اعضاء الطاقم او الاطقم الطبيه المختلفه في مصر من واقع الخبرات المتراكمه على مدار الاشهر الماضيه؟ إذا تعاملنا مثلا على أن هذه الفترة هي فترة لالتقاط الأنفاس ولإعادة ترتيب الأوضاع من جديد بالنسبة للأطباء، أي خبرات اكتسبوها يمكن أن يستفيدوا من خلالها في التجارب المقبلة لو كان هناك موجة ثانية لا قدر الله؟ لا أنا بعترض الأول على السؤال نفسه وبالتالي مش هجاوب على السؤال ده، أنا هفترض أنك سألت سؤال ثاني وهجاوب على السؤال الافتراضي. أولا لا يوجد إطلاقا بين العلماء وبين الأطباء ما يقال عليه أو ممكن نطلق عليه استراحة محارم، إحنا لسه مش في استراحة المحارم، إحنا لسه في خضم الموجة الأولى اللي أنا عندنا. أنا استعملت تعبير فرصة لالتقاط الأنفاس، يعني لا استراحة. لا أنا برضه مش موافق على ده، أنا مش موافق عليه. فرصة لالتقاط الأنفاس لأن إحنا يا فندم لسه في خضم محاربة الموجة الأولى. كويس. يعني النهارده إحنا لسه عندنا 100 حالة سواء 120 أو 130 وتحت 80 90، كل ده علميا أو من ضمن علوم الوبيات. لا يمكن أقول إن الموجة الأولى انتهت، خاصة أنا المعلومات دي يعني لو أنا بحلل بطريقة علمية ما أقدرش أتوقف إطلاقا على المعلومات دي فقط. ليه؟ أنا ما بقول عندي 120 حالة في مصر، عايز العدد الدقيق مش كده بس يا فندم، العدد الدقيق لازم تزود عليه الحالات اللي بيتم فيها العزل المنزلي، ومعظمها بيروح للعيادات الخاصه وبالتالي مش مضاف الا ل 120 حاله. ف
فلما بقول النهارده 100 حاله او 120 حاله، قد يكون ما تزود عليهم 500 600 حاله من العزل. طيب. اللي الساده الاطباء بيعالجوها في المستشفيات الغير العزل او في عياداتهم، او عندنا قد يكون اضعاف كده كمان، الناس مرضى وما بيذهبوش للمستشفى او مش عليهم اعراض. طيب دكتور عبد اللطيف، يعني هو حقك عليا والاطقم الطبيه الكامله لها كل الاكبار والتقدير، لكن مباشره الى الاجابه، اي خبرات اكتسبها الاطباء والعاملون في هذا القطاع من واقع تعاملهم مع فيروس مستجد ومستجد بالنسبه للعالم باكمله؟ طبعا يا فندم، خليني بس اكمل لان النقطه دي لازم تخلص. طبعا. الكلمه دي اللي انا بقولها ده في العالم كله، يعني فكره ان الارقام المعلنه لا تمثل الحقيقه، دي ارقام عالميه ودي حقائق عالميه، ويمكن تفضل كذا مره معالي وزير التعليم العالي وقالها، يعني الارقام اللي بتعلن في جميع انحاء العالم وليس في مصر. لو كنت عايز الدقة اضرب في بعض الأبحاث العلمية بتقول من 7 أضعاف وقد تصل إلى 50 ضعف. نعم. في دراسة ضخمة جدا أمريكية قد تكون هارفارد أو ستانفورد، مش متذكر على وجه الدقة. إذا الأعداد المية والمتين دي ما أقدرش أقول إن الذروة انكسرت عندي بدرجة صفر، لازم أوصل للصفر وأبقى متأكد إن مفيش حالات. ساعة ما أكون متأكد الحالات وصلت للصفر من العيادات الخاصة ومن المستشفيات كلها، أقدر أقول أنا في الوقت ده بس حاجه لاستراحه المحارب او التقاط الانفاس. نعم. بقول بقى في الحاله دي اجاوب على سؤال حضرتك اللي هو الخبرات. طبعا كلنا كل الاطباء في انحاء مصر في بروتوكول بيتجدد كل يوم في منع العدوى، في عندنا بالمناسبه عندنا كفاءات كبيره جدا في منع العدوى في جميع المستشفيات. يعني مش عايز اقول لك الاول كان بيبقى في تهاون شويه قبل كوفيد 19، لكن بعد كوفيد بالتاكيد ان دلوقتي كل المستشفيات اكتسبت خبرات فعليه وخبرات تراكميه في كيفيه. نعم. ابتداء الكمامه، كيفيه ابتداء انواع الكمامه نفسها، كذا ساعه البسها. طيب. الاول كان ممكن البسها مثلا 6 7 ساعات، دلوقتي لا، كل الاطباء عارفين انه مش هيبقى اكتر من 2 3 ساعات، واذا اتبلت الكمامه هيغيرها. كل الاطباء عارفين. طيب. ان هو ممكن يلجا الى ال N95، فدلوقتي في خبرات تراكميه علميه. وزاره الصحه بتطلع ارشادات. اسمح لي فقط ان اشرك معنا في هذه النقطه او في نقطه مرتبطه بها دكتور اشرف عقبه. دكتور اشرف، يعني اشكر حضرتك على بقائك معنا، لكن ما كان يقال دوما من اهل الاختصاص في علم الاوبئه والفيروسات الحديث عن ما كان يسمى او يشار اليه بتوسيع نطاق الاشتباه، طالما اننا في حاله وبائيه وهناك ظرف من هذا النوع علينا ان نعجل او نزيد من احتماليه الاصابه بالفيروس، طالما ان هناك اعراض ولو كانت طفيفه مرتبطه بالاعراض المصاحبه لفيروس كورونا. هل علينا ان نستمر في توسيع نطاق البحث والاشتباه في هذه الوضعيه، ولا ربما الامور اختلفت قليلا؟ علينا طبعا ان احنا نوسع دائره الاشتباه، لانه الحقيقه احنا بندرس دلوقتي فيروس مستجد، والفيروس الحقيقه بدات الاعراض او طرق الاعراض اللي بيذهب بيها المريض للطبيب بتختلف كل شويه، واحنا زي ما شفنا ان كان في بعض الحالات بنتصور انها بتبدا باعراض تنفسيه فقط، ولكن دلوقتي احنا بنشوف اعراض ثانيه، بنلاقي انه بالبحث وراء الحالات اللي بتيجي للمستشفيات او بتروح بتزور الاطباء، بعض الحالات بيكونوا مثلا مخالطين وبتكون الاعراض اقل، او اعراض بتيجي في الجهاز الهضمي، او اعراض بتيجي في الاوعيه الدمويه، وبالتالي اصبحنا بنوسع دائره الاشتباه نتيجه الابحاث العالميه. يعني الام الجهاز الهضمي، الام الجهاز الهضمي تعتبر من الاعراض الحديثه او الام الجهاز الهضمي، لكن بعض الحالات اللي برضه ممكن بتيجي باعراض بتبقى معظمها في الجهاز الهضمي، لكن هنا احنا مش بنشك بس في الشخص اللي بيجي باعراض في الجهاز الهضمي، لابد مع الاعراض ان احنا كمان نضم حاله الاختلاط عند هذا الشخص. اذا كان الشخص مخالط فيبقى الاحتمال موجود، وبالتالي بنوسع دائره الاشتباه. لكن ولقينا مثلا انه بعض الناس كمان بتيجي باعراض ثانيه، زي مثلا ضعف حاسه الشم والتذوق في بعض الحالات، او اعراض ممكن يجي شخص بيجي بيشتكي من مشاكل في الاوعيه الدمويه وفي القلب او في الكلى او في اجهزه ثانيه، وبالتالي بدات توسع دائره الاشتباه في بعض الحالات عند سؤال الشخص إذا كان مخالط فعلا ولا لا. علشان كده الأعراض لوحدها لا تكفي، لكن كمان هذا الشخص إذا كان تعرض أو لأشخاص مرضى أو هو مخالط لأشخاص آخرين، علشان كده بنوسع دائرة الاشتباه، وفعلا بدأنا نكتشف بعض الحالات اللي بتبدأ. لكن دكتور أشرف، يعني حضرتك بتشير إلى احتمالية أو ربما هكذا أنا فهمت، أنه مع توسيع نطاق الاشتباه هذا يعني أن
الوصول أو احتمالية الإصابة بفيروس كورونا يمكن الوصول إليها عبر الكشف الإكلينيكي من الطبيب، وكذلك الأسئلة اللي استعرضت بعضها حضرتك ولا الأسئلة في أهم. يعني أنا عايز هنا بس أحط نقطة مهمة جدا، إنه الاشتباه لازم يكون من أعراض إلى جانب مخالطة. الاثنين مع بعض الحقيقة بيدونا مساحة إلى أننا نوسع دائرة الاشتباه، وبالتالي بنجد أن التشخيص في حالات كتير ممكن يكون بأعراض جديدة في بعض الحالات. دكتور عبد اللطيف المر، العودة من جديد للأسئلة المرتبطة باكتشاف الحالات المصابة، هل القول الفصل في المسألة هو المسحة الطبية أو تحليل البي سي آر كما عرف عنه في الآونة الأخيرة؟ الأشعة المقطعية بذاتها قد تكون كافية، ولا في مراحل الكشف الإكلينيكي من الطبيب بذاته قد يكون كافيا للوصول إلى حالة مصابة؟ توسيع دائرة الاشتباه ده عندني علميا انا هقوله بطريقة ادق شوية. انا اولا ما اقدرش، في ديفينيشنز علمي عالمي معروف منظمة الصحة العالمية حطاه، السي دي سي حطاه، كما تفضل الدكتور اشرف بيقول في تشخيص، في الحالة المرضية النفسية، في شكوى المريض، وبعدين في حالة الاشتباه اللي هو قصدي المخالطة. لكن التأكيد لازم حتى بالمسحة، قد يكون في المسحة نفسها، المسحة نفسية قد تكون إيجابية والأعراض إيجابية، وقد لا يكون عنده، لأنه في حاجة اسمها سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي، مش عايز أقول يعني أدوش المشاهد الكريم عليها. لكن أنا النهاردة في المرحلة شبه الأخيرة من كوفيد، لا معلش دكتور عبد اللطيف، تحليل المسحة الطبية أو البي سي آر يمكن أن يأتي موجبا ويشعر المريض صاحب المسحة بأنه لديه أعراض ويكون خالي من الفيروس؟ بس بنسبه قليله هنا. يعني مجمع الاثنين مع بعض هيبقى نسبه قليله. يعني لانه زي ما بقول السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي دي كلام كل الاخوه الاطباء او البقوس عارفينها اللي معايا، معناه قدره البي سي ار او قدره المسحه على اكتشاف الحاله الايجابيه. المسحه مش قدرتها 100%، ده في انحاء العالم، في جميع انحاء العالم، في امريكا، في اسبانيا، في ايطاليا، في المانيا، ما تقدرش 100% تقول لك. المسحه نفسها بتعتمد على مكان المسحه، لو واخدها من الانف، لو واخدها من جوه من ديب ريسبيراتوري، من جوه شويه من الحلق، لو واخدها من بره شويه. يعني في حاجات علميه كتير وفنيه بتختلف، مش عايز اشغل المشاهد بيها. اللي عايز اقوله ان النهارده انا ما اقدرش كبلد، ما اقدرش اوسع دائره الاشتباه كبلد، لان انا في مصر وجميع الدول العالم الثالث المسحه دي بفلوس كتير، وكلنا عارفين قد تفوق التكلفه بتاعتها 1000 و1000 ونص. انا المرض النهارده بدا عندي الحمد لله يجي المرحله الثالثه، اوسع اداره الاشتباه. كانت في، انا عندي، انا بقرا قدامكم دلوقتي من المواقع العالميه، عندي اربع مراحل للتعامل مع الوباء. اول حاجه بيسميها ايزوليشن، وبعدين كونتينمنت، وبعدين سبريشن. انا عديت الحمد لله المراحل دول، انا في نهايه السبريشن. فالنهارده لا، انا مش عايز اوسع الاشتباه ده، انا الحمد لله هبدا زي ما حضرتك تفضلت، هبدا اشم نفس شويه، وبدل ما احنا هنعمل البي سي ار، البي سي ار بتتكلف 1000 او 2، لا هناخدها في علاج. قد يكون الدكاتره النهارده اكتسبوا خبرات كتير جدا زي ما تفضل الدكتور اشرف، من المخالطه مع الهيستوري بتاعه المريض، الحاله المرضيه او الشكوى بتاعته، مع الاعراض، مع السي تي، اقدر اقول الى حد كبير. طيب، وابدا علاج التحفظ اللي في البيت، حضرتك التحفظ اللي في البيت. نعم، حضرتك خليني اكمل بس الكلمه دي. طيب، اتفضل. خليني اكمل الكلمه دي. فاقدر حضرتك بالحاجات البسيطه دي ابدا العلاج، ويقعد في البيت وهو مطمن. نعم، وما لجاش للمسحه اللي بتتاخر شويه واللي قد تكون غير دقيقه واللي هتتكلف 1000 او 2، لان احنا لما بقول 1000 او 2 ده مش مبلغ بسيط، لان احنا عندنا في مصر 100 مليون واحد. فشوف حضرتك لما بتبقى لارج سكيل بتبقى بفلوس كتيره جدا. اقدر النهارده الحمد لله اتغلب عليها بالكشف الاكلينيكي، ودي ضمن الحاجات الكتير اللي انت زي ما تفضل، الخبرات التراكميه للطبيب المصري الكفء الحمد لله، عندنا من اكفأ الاطباء في العالم، يقدروا النهارده بالحاله المرضيه وبقصه المخالطه ويلجا للسي تي او للاشعه، يقدر يعالج المريض، خاصه لو كانت حالته، يعني الحاله اللي بيسموها البروجنوزس او الحاله الاكلينيكيه هي المحدد الاساسي النهارده لبدايه التعامل. طيب، انا اقدر ابدا العلاج التحفظي للمريض قبل ان ابدا المسحه او استناه. دكتور عبد اللطيف، يعني انا مقدر استرسال حضرتك الراقي جدا، لكن اذكر حضرتك ايضا انك استعملت تعبير استراحه التقاط الانفاس من الطاقم الطبي. لكن انا ساعيد لحضرتك المرحله التي نحن عندها الان، وحضرتك استعملت المرحله الرابعه التي نقف فيها عند التقييم او التعامل مع الحاله الوبائيه. ما هي اوصاف او ملامح هذه الحاله، وكيف يمكن الوصول الى الحاله التاليه اذا كانت تقودنا الى مستوى اهدأ واقل؟
انا الحمد لله النهارده في مرحله هاديه جدا، يعني انا بعتبر نفسي النهارده في حاله مطمئنه، ولكن دايما كما بقول دايما في اي برنامج او اي كونفرنس مؤتمر او حتى في الدنيا بقول دايما اطمئنان حذر. انا ليه مطمئن؟ لان عندي قدره الجهاز الصحي في البلد، عندي اجهزه التنفس موجوده، عندي اجهزه قصدي الاي سي يو بمستشفياته باسرته موجوده، عندي العزل موجود الحمد لله متوفر كتير، عندي الاعداد بتقل الى حد كبير، وصلت يمكن 100 امبارح لو عندك الارقام فكرني، وصلت الى 100 حاله او 120 حاله، والوفيات يمكن 15 20 حاله. اذا عندي الحاله الوضع الوبائي مطمئن جدا في مصر، لكن دايما بقول اطمئنان حذر، لان الوضع الوبائي المطمئن ده لو تهاون المواطنين وزي ما حضراتكم فاكرين لو كنا في ابريل كان عندنا ارقام تقريبا في 28 ابريل ارقام مشابهه للي احنا فيه، وكنا ساعتها انا اسف التعبير اللي هقوله كنا بنصوت وخايفين. فاحنا في وضع الحمد لله قربنا على الوصول لحالة الصفريه، قربنا على انكسار الازمه تماما، ولكن لو تهاوننا لو تكسلنا بتنعكس في وقت خالص وقت قريب جدا وترجع تاني لمرحله الثانيه والثالثه زي ما شفنا حضرتك في كذا بلد من البلاد الاوروبيه المتقدمه اللي فيها جهاز صحي كف وبدات الاعداد تنتشر. وعلى الجميع ان يعي نعم ان يعي هذه الرسائل المرتبطه بحتميه البلاجات والماتشات، وشفنا الماتشات الكره بتتلعب عادي بدون جمهور موجود عادي بدون جمهور المباريات. دكتور عبد اللطيف المر وبالتالي لازم ناخد بالنا لازم ناخد بالنا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحه العامه بكليه الطب جامعه الزقازيق عبر سكايب. اعود الى الدكتور اشرف عقبه. دكتور اشرف اخيرا نحن مقبلون على استقبال الموسم الدراسي، مدارس بمراحلها المختلفه وجامعات حافلات مدرسية ستقل الطلاب والمشرفين وفصول تجمعهم ومواصلات قد تكتظ أكثر، كيف يمكن التعامل مع حالة بهذه المعطيات؟ احنا تعلمنا الحقيقة من الفترة اللي فاتت انه الزحام كان سبب مهم جدا لزيادة الأعداد، وبالتالي هذا الدرس اللي احنا خدناه بيدينا فرصة الى اننا نبدأ في تطبيق سياسة الاتصال وليس الانتقال. يعني نقدر نتواصل لكن مش ضروري ننتقل، وبالتالي التعليم عن بعد والعمل من المنزل وسياسة ان احنا نحجز قبل ما نروح وان احنا نحدد الاعداد قبل ما نبدأ نتحرك، وانه الاعمال ممكن انها نقوم بيها طالما انها مش محتاجة الانتقال. فعلا تطبيق سياسة الاتصال وليس الانتقال أعتقد أنها هتبقى فيها وجهة نظر في تقليل الأعداد إلى حد كبير، وأعتقد أنه استخدام التطبيقات الإلكترونية والتطبيقات على التليفون المحمول ده برضو هيساعد إلى حد كبير. بالنسبة للدراسة ففي الدراسة عن بعد والدراسة من خلال استخدام الإنترنت والتلي كونفرنسز اللي ممكن الناس بتقوم بيها، اعتقد انه ده ساعد الى حد كبير في تقليل فرص انتشار الفيروس، وبالتالي لابد من دعم سياسه الاتصال وليس الانتقال. ما قيل عن مراحل عمريه قد تكون فرص انتشار العدوى اليها اقل تحديدا فئه الاطفال والفئه الشابه، وان كانت المساله محل مراجعه، هل لدى حضرتك قناعه ما قناعه طبيه وفق ما انتهى اليه الفيروس؟ للأسف إنه إحنا يعني حالياً بنبدأ نسجل بعض الحالات اللي بنسميها ما بعد مرض كوفيد. ما بعد مرض كوفيد يعني الأشخاص اللي تم فعلاً إصابتهم بمرض كوفيد، لقينا إن بعض الأشخاص بيتم إنهم يبدأوا يشتكوا من بعض الأعراض، وحتى الأطفال اللي كان الأعراض بتبان فيهم أعراض بسيطة لقينا إن في بعض المشاكل الصحية ممكن تصيب هؤلاء الأطفال. وعلشان كده زي إيه دكتور أشرف طيب لمن يراجع نفسه؟ في الحقيقة أمراض أصبحت بتصيب الأوعية الدموية، وتم نشر فعلا بعض الأبحاث اللي بتشير إلى مشاكل صحية بتحصل بعد ما بعد كوفيد، وهذه المشاكل الصحية لابد ان احنا برضو نحرص على انه ناخد بالنا منها، وبالتالي نبقى حريصين على عدم الإصابة، لانه الاستهتار بالإصابة قد يكون الإصابة نفسها عدت لكن ما بعد كوفيد ممكن يكون في مشاكل تانية. واحنا زي ما بقول لحضرتك مرض زي مثلا كواساكي ده تم وصفه في الأطفال اللي تم إصابتهم في بكوفيد 19. صحيح النسبة ما هياش عالية لكن هي مشكلة، وبالتالي ده لابد من الاخذ في الاعتبار ان ده ممكن يحصل. كمان في الكبار عندنا مشكله اللي هي متلازمه التعب المزمن او بيسموها دلوقتي
مايلايتس او كرونيك فاتيك سيندروم او انكيفالومايلايتس مايالجيكا. الحقيقه هذه المشكله بدا يبقى في دراسات بتتم عليها دلوقتي علشان هؤلاء الاشخاص اللي بيشتكوا من ضيق نفس او الام عضليه او الام في الصدر او احساس بالتعب السريع بقت مشكله عند هؤلاء المرضى. وبالتالي الحرص كل الحرص من الاصابه، علشان انا بتكلم كده علشان ما يبقاش في استهانه بالاصابه ونقول انه الموضوع لا بيعدي وما فيش فيه مشكله. هو ما تقوله حضرتك في حد ذاته اصلا مبعث، يعني مبعث حيطه، لا اريد ان اصف الامر بانه مبعث قلق، لكن يعني مهم للغايه ما ذكرته حضرتك، حتى من تبعات والهزات الارتداديه للمتعافين حتى من الفيروس كده. الى جانب انا في نقطه بس، يعني الدكتور عبد اللطيف المر الحقيقه استصاب في شرحه، نعم. وانا يعني ممكن بس اضيف نقطه مهمه جدا على موضوع الوسائل التشخيصيه. الوسائل التشخيصيه اللي بيتم استخدامها هي التحاليل المبدئيه اللي احنا بنطلبها للمرضى، ودي لا تؤكد الاصابه بفيروس كورونا. وبعدين الاشعه المقطعيه للصدر والاشعه المقطعيه بتؤكد وجود التهاب رئوي لكن لا تدل على انه سببه كورونا. والمسحه الحقيقه احنا عندنا ممكن تكون المسحه ايجابيه كاذبه او سالبه كاذبه. ايجابيه سالبه، وده شفناه ان بعض الناس اللي تم تعافيهم فعلا من كورونا لما بنيجي نعمل لهم المسحه بنبص نلاقيه بعد ما المسحه تبقى سلبيه ترجع تاني تبقى ايجابيه، وده نتيجه انه في بقايا للفيروس موجوده في افرازات الشخص ده. ممكن تكون سالبه كاذبه ان انا ما اخدتهاش بشكل جيد، وبالتالي ممكن ده يكون سبب لانه المسحه بالرغم ان انا اخدتها من شخص مصاب الا انها سالبه. طيب دكتور أشرف، إذا كانت النقطة اللي حضرتك أشرت إليها من أن هناك هزات ارتدادية إذا جاز التعبير طبعا بالنسبة حتى للمتعافين من الفيروس مرتبطة ببعض الأمراض أو بعض المتلازمات اللي شرحتها حضرتك، ماذا عن فكرة المناعة؟ هل يمكن اكتساب مناعة عبر الإصابة بهذا الفيروس، مناعة وقتية أو مناعة كاملة على طول الخط ولا لا؟ احنا بنتكلم على فيروس مستجد، وبالتالي ما لدينا من معلومات عن هذا الفيروس الحقيقة لازال نقص. لكن نقدر نقول انه الاشخاص اللي تم اصابتهم المفروض انهم يبقى عندهم مناعه، وهذه المناعه تحميهم من الاصابه مره اخرى، وان كان هذا الاحتمال وارد. وارد ازاي؟ انه اذا كان في عندي شخص تم اصابته فعلا وتعرض الى مشاكل مناعيه او بياخد ادويه تثبط المناعه فده ممكن يدي فرصه الى اصابته مره اخرى، لكن الاصابه اللي هي الثانيه هتكون اقل. النقطة الثانية إذا الفيروس تحور أقل في الاحتمالية وأقل في الشدة ودرجة وقسوة المرض. نعم. النقطة الثانية إذا الفيروس تحور فما اكتسبناه من مناعة سابقة من فيروس سابق ممكن إنها ما تكونش كافية إلى إنها تصد الفيروس المتحور الجديد. الاحتمال الثالث إن الوسائل التشخيصية اللي إحنا بنستخدمها قد تكون قدرتها على إنها تؤكد الإصابة قاصرة. فبالتالي ممكن انا الاقي واحد عنده جاله الاصابه وتم تشخيصه نتيجه ان هو عمل تحاليل قاصره فقلنا ان هو عنده الفيروس، وبعد كده رجع تاني جاله اعراض ثانيه. الاعراض الثانيه دي هي تكون المره الاكيده، والمره الاولى دي كانت بس نتيجه ان احنا تسرعنا في اتخاذ القرار احتمال ان يكون اي من التشخيصين ليس دقيقا الاول او الثاني. بالظبط كده. وبالتالي احتمالات وجود اصابه مره اخرى وارد وان كان ضعيف حتى هذه اللحظه. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اشرف عقبه رئيس قسم البطنه والمناعه بكليه الطب جامعه عين شمس على هذا الشرح الراقي والمستفيض. الشكر كذلك للدكتور عبد اللطيف المر الذي كان معنا عبر خدمه سكايب ايضا على استرساله وشرحه ومستوى الحماس حتى الذي يبديه دائما في مداخلاته، اشكرهما شكرا جزيلا.